أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ معا شعائر الصلاة بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عثمان الشبراوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا. فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس.
لعلي يمينك يا موسى. قال
من
واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسك فنجيناه
ونجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إن Amen.
صدق الله العظيم.